FM. الكلمة ليك. نحكيه اقتصاد، نحكيه مالية، نحكيه في قرار الأخير البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأكثر تفاصيل، ونحكيه على التبعات متاع القرار هذية. معنا الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديميسي. مرحبا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير سيدي. مرحبا بيك، مرحبا بيك على الكاب اف ام. هل البنك المركزي في قراره الأخير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، هل يطبق في المثل متاع مكرهن أخاك لا بطل؟ لذاكش عندي نجم نعمل. والله هو عندك حق تتساءل هذا، خطر النمور مهش واضحة ياسر. على كل حال، القرار اللي اخذاه سيد محافظ البنك المركزي أولا هو نوع من القرارات اللي يمليها المؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي، ويطبقها في كل بلدان العالم بنفس يعني الطريقة وبنفس الأسلوب. ثانيا هو معناها يعني محافظ البنك المركزي ما عندوش طريقة أخرى باش يحاول ولو ظاهريا الحد من هذه الظاهرة يعني التضخم يعني ارتفاع الأسعار. لكن في الحقيقة وقت نحلوا احنا بالعقل وبالتجارب وبالتاريخ لغير ذلك، الاستنتاج اللي نجمه ناخذه هو انه القرار هذا يعني الرفع من نسبة الفائدة المديرية هو مضاره اكثر بكثير في حالة تونس اليوم من منافعه. علاش؟ لأنه أولاً التضخم اللي تعاني منه بلادنا ما عندوش علاقة كبيرة أو علاقة تذكر يعني بنسبة الفائدة ونسبة الفائدة المديرية، ما عندوش علاقة. احنا الأسباب التضخم بالأساس هي أربعة، يعني منهم ثلاثة اقتصادية وواحدة ما عندها حتى علاقة زادة بالاقتصاد. الثلاثة الاقتصادية شنية؟ هو أنه في بلادنا من زمان احنا عندنا ارتفاع مشط في كلفة الانتاج، يعني زيادة في الأجور وزيادة في بعض المواد الأساسية في الانتاج. أيوة. كالطاقة، كالنقل، كيعني التأمين يعني الى غير ذلك. وفي نفس الوقت عندنا تراجع كبير في الانتاجية متاع الاقتصاد بتاعنا، وهذا مزوز بطبيعة الحال ما ينتج عليهم الا ارتفاع الأسعار. علاش؟ لأنك إذا كان أنت تزيد في الأجور مثلا وتزيد في السلزمات الإنتاج المؤسسة إذا كانت تحب ما تغوصش في حالة عدم توازن من الناحية المالية، مجبرة باش تزيد في الأسعار متاع المواد ولا الخدمات. معناتها ما يساعدوش يبيع برخيص، خلينا نقولوها معناتها بالدرجة. لا برخيص، لا لا ما يساعدوش ولا. لا لا لا، هو المنطق وهذا من مسؤوليات الدولة هو أنه كل مؤسسة لها يعني سعر يغطي بطبيعة الحال كلفة الانتاج ويوفر حد أدنى من الربح. ما كانش معاش مؤسسة وما عادش لنا يعني تجارة وبيع وشراء، معناها بحيث مش بالضرورة رخيص، لا لا لا، معناها السعر اللي يتماشى وكلفة يعني الانتاج. بطبيعة الحال هذا ما يعنيش أنه ما فماش تونجيو أنه بعض المواد سعرها يفوق بكثير الكلفة متاحة الحقيقية. تونجيو هذه الاحتكار، تحكي على احتكال هنا. أيوة. في المؤسسة العادية اللي منها تطبق القواعد الاقتصادية وتحترم القانون غير ذلك، ما تنجمش تتحمل زيادة مشطة في نفقات الانتاج من غير ما تحرك الأسعار متاحها. ما كانش هي كما قلت لك هتولي مهدده بالفلاس وقتها. ولذا معناها هذا العامل الاول. العامل الثاني هو معناها يعني تدرج كثير من الاسعار اللي نستوردوا فيها من الخارج الى يعني الارتفاع، وخاصه المحروقات. واك تعرف شنو هو صاير في المحروقات، سعر البرميل نفط ارتفع، هاي ارتفاع ملحوظ في السنوات الاخيره. والعامل الثالث قبل الاخير الاقتصادي هو التراجع الكبير والفادح في الدينار، قيمة الدينار، وهذا قلناه وعاودناه عدة مرات. تأثيره المباشر هو يعني ارتفاع الأسعار متاع كل المواد وبالخصوص في طبيعة الحال المواد يعني الاستهلاكية المستوردة. العامل اللي ما عندوش علاقة بالاقتصاد هو بكل ما يتعلق بالفساد، يعني التهريب والمضاربة
والاحتكار والغش وعدم احترام القانون و و و و و يعني كل هذه المظاهر الوباء الأنواع مش مختلفة من الأوبئة اللي قاعدة تفشل في بلادنا. هذا زاد سبب من الأسباب نتاع التضخم. سي حسين نحب نلخص بركة الكلام اللي قلته. نعم لا فيتني وفيتني. أيوه جست تفضل. إيه هل الارتفاع الأسعار تعاني منه بلادنا وحاجة خايبة ياسر ما تصلحش الاقتصاد هي معناها عامل أو ظاهرة ما عندهاش علاقة مباشرة بسعر الفايدة. يعني الترفيع في سعر الفايدة هو إجراء مسقط خطر هو ينجم يكون به في حالة عادية. صحيح. لكن في حالتنا احنا ما هوش به حتى ترف. صحيح بارك الله فيك هكذا فهمت مليح. وعلاش نقول مضره أكثر بكثير من منافعه؟ لأنه ارتفاع المشط زاد في نسبة الفايدة وتولت ارتفاع مشطرة وخطر قريب نوصل أرقام تاع سعر اللي سلف به البنوك. أنا يعني لأنه البنوك كيفاش تتعامل تأخذ كمرجع يعني سعر الفايدة المديري وتزيده بين زوج وثلاث نقاط يعني يعني كل فتاحة وكذا. أما سي حسين معناتها يقول لك اليوم دور المحافظ يحافظ على التوازنات او موازنات الماليه في البلاد معناتها هذا دوره اليوم معناتها ما نجمش يقوم باقل او اكثر من دور ما نجم اما اللي عامله ما بالعكس يزيد في عدم التوازن. احنا اهلا وسهلا لو كان اجراء يزيد في التوازنات اهلا وسهلا به اما ما ياثرش هاني فسرت لك عاد فهمتك ما عندوش حتى التاثير في الحد من من من, من, من التضخم. التضخم وباء مرة بينا ما نهدويوه أما هالإجراء هذا الحرموشة هذه اللي كذا ما تدويش بل بالعكس تزيد مرض على مرض. بي سمحني سي حسين هنا شنو الآليات المتوفرة لدى المحافظ البنك المركزي إنه نجم معناتها معناتها تقول أنت يستخدمهم ولا يطبقهم شنو بار إكزومبل في مسألة التضخم؟ أي لا لا مسألة التضخم هي مسألة الحكومة. أه ولا لا 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 هي مسؤولية الحكومة لأنه الأسباب اللي ذكرناها بكري فهمت يا سي نبيل احنا ذكرنا منهم أربعة هما منهم على الأقل زوزة نجموا احنا نتحكموا فيهم ونجموا نصلحوه إذا كان مش ثلاثة فهمتني وما ناس قاعدين نعملوا في ذلك بل بالعكس الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه توا احنا في على هالسنوات اللي جات بعد الانتفاضة وحتى قبل شوية هو في الحقيقة وما خاصة بعد معناها يعني الانتفاضة فهمتني قاعدين نعملوا في الأشياء اللي تزيد طين بلة. هو مثلا نعطيك مثلا أيوة. وقت لقلنا من أول انتفاضة من عام 2012 يودي مش من باب المنطق في بلاد الانتاجية بتاعها قاعدة تراجع وانت تزيد منها في الكل في الأجور وكذا راهو مش تركنا لا واحد سمعك بل بالعكس منها اعتبروك كأنك إنسان متشائم وكذا 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 ولكن هاك اللي حدث وانتيشتوها وقاعدين نقصروا فيها قاعدين نشوفوا فيها. ومحافظ البنك المركزي راهو مسؤوليته التوازنات المالية هاو نقول لك كان هو بالعكس حقه كيفاش يستعمل آلية نسبة الفايدة وكذا دائما وأبدا يلزم يخمم في زوز حاجات وزوز حاجات هذوما راهم ماهوش معناها سهل راهو باش يتعامل معاهم معناها بحكمة وبتناسق. علاش؟ لأنه يلزم يخمم في الطلب نتاع الاقتصاد يعني الاستهلاك باش الاقتصاد يتحرك ولكنه بالخصوص يلزم يخمم في الاستثمار اللي هو يوفر كل معناه يعني النمو وكل مواطن تشغيل وكل تصدير الى غير ذلك. الشيء اللي صار هذا اللي عمله توا الزياده هذه معناها نتاع يعني نسبه الفائده هذه قلت لك هو توا احنا ولينا 6.75 معناها ولا 100 نقطه معناها ينجم سعر الفائده اللي تسلف به البنوك ينجم يقرب ل 10% وهذا مشط للغايه لانه معناها يعني ما يحفش على الاستثمار وبالتالي فهمت الله يعني الاقتصاد الكل معناها يهتز. هذا علاش انا قلت لك ولذا انا اقول لكن سامحني سي حسين هنا باستثناء قروض العقارات اليوم تم استثنائه من الترفيع هذا لكني ما احنا ما نسلفوش كل العقارات احنا اي جوست بركة هما معناتها جوست الملاحظه احنا العقارات ما لهم الا منها جزء وبرا وجه منها ما باقي النشاطات الاقتصاديه الصناعه والسياحه والفلاحه
والخدمات ويعني ما نمش كان نحن ما عندناش كان المقاولات يعني. بيه طيب خلنا معناتها نقربوا شويه الصوره للمواطن يسمع فينا توا. معناتها الكوره اليوم في ملعب الحكومه في التوضيح يظهر لي اي الكوره اليوم في ملعب الحكومه والكرة اليوم في ملعب المسار السياسي، ويبدو أن المسار السياسي هو الذي يعطل في المسار الاقتصادي. هذا الكونستا اللي قاعدين نشوفه فيه. صحيح صحيح. يعني الحكومات علاش معناها هي تخير عوض باش تحث على التحسين الانتاجية، وهذا فيه برشا حساب وبرشا بناء إجراءات وبرشا قوانين وبرشا سياسات وبرشا كذا، لأنه نقطة مش مهمة برك هي عماد الاقتصاد يعني بتاع البلاد. لكن يخيروا معناها العكس، يعني زيادة في الكلفة زيادة في الأجور زيادة في كذا. علاش؟ لأنه يعني يظهروا لهم وكأنه أسهل، وثاني حاجة تختفي في طياتها هل التوجه هذايا الشعبوي اللي كنا البلاد. يعني أنا أقول لو في عوض أنت كمنا حكومة وراك أحزاب هي منا يعني أنت كحكومة تستسهل الشعبوية، زيد في الأجور، زيد حسن كذا، وعلى أساس يحسن في الطاقة الشرائية، وهي الطاقة الشرائية عمال فين تنهار، ومش تنهار السحر هو، لأنك أنت كيف منا تزيد في الطاقة الشرائية من غير الاقتصاد يحسن الانعكاس ما نجم يكون إلا زيادة منا يعني في الأسعار، وبالتالي تدهور القدرة الشرائية مش تحسنها. وهذا اللي حبوا يفهموه الاحزاب. واضح انت جبت معناتها نقطه مهمه اللي هي الاحزاب السياسيه. يعني يقول لك اليوم الحكومه لا تعمل وحدها هكذا، لازم يكون عندها وراها حزام سياسي معناتها يدعمها. وقاعدين نشوفوا اليوم في مشهد سريالي في الحقيقه، معناتها الاحزاب التي كانت داعمه والمفروض تدعم الحكومه هي احزاب معارضه للحكومه، وهذا يضر بالاستقرار حتى الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد. معناتها شنو لازم نعمل؟ شنو لازم نعملوا له؟ معارضة يا ريتها. مالا شنو كيفاش توصفها؟ أحزاب تربك الحكومة كهو. تربك. تربك الحكومة، ما لها بتخليش تدخلها بعضها، واحد وكذا يولي لاهي بالتفاهات عوض باش تلاقيه بالمسائل اللي كنا نحكيو فيها هذه اللي هي معناها فيها مصير البلاد ومصير العباد، يولي لاهي معناها بالتفاهات طبيعة الحال في مناخ كيف هكا، معناها فاش قاعد يعمل فهمت الله يعني توا، لاهي كان بالتفاهات الفارغة. وهكا معناها ينقض فذاك وكيهين فذاك وذاك كذا وكذا، وحاصلوا أمور فعلا يعني سريانية. معناها أنا ما كنتش نصور نوص ونهار عندنا حكومات ووضع سياسي في الجملة، هو المسؤول مش كل الحكومة، وضع سياسي معناها في صورة عامة بالرداءة والتعاسة هذه، ما كنتش معناها نصور نصوفه هكا. يعني على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤولياتها قدام هالوضع المتردي هذا. يعني يعني المشكل في الأحزاب السياسية اليوم إي ما هو زاد سينبيل الأحزاب السياسية إذا كان باش تقعد في التشتت هذايا والتشرذم هذايا التعيس، زاد ما تلعبش الدور نتاع هذايا، وزيد على ضعفها معناها من ناحية التعب أو من ناحية كذا. شنو تعمل هي؟ نعاود ونكرر في عوض باش تعمل برنامج اصلاحي بتم مع الكلمه اللي معناها يخلينا ندركوا الامر والبلاد ترجع نفاسها وكذا، لا يواصل في الشعبويه التعيسه اللي تزيد دائما وابدا باستمرار الوباء وتزيد فهمت الله يعني المرض. شكرا ليك. معناها المشكله نتاع تونس وراه مشكله على خاطر معناها يعني حكومات ضعيفه وكذا، الاحزاب ضعيفه، الأحزاب مشتتة فهمتني، والمشتت والضعيف ما يستعملش العقل، يستعمل العاطفة باش يقوي نفسه. لا ويقول لك أحزاب مشتتة سي حسين، أحزاب مشتتة وزيد طاغي عليها المنظمات الاجتماعية. وكانوا إي 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 بين نارين. صحيح توا معناها احنا عندنا مثلا النقابات كيف فاهم في التعاسة هذه، فاهم في الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه بالمعكوس. وأنا عندي طور كرت من القضية هذه نبيل، خليني نعطيك ملاحظة في حاجة توا الأسبوع الفارض اتحاد الشغل عمل بلاغ قريته أنا بكل دقة مرتين. أيوة. والجب منهج جلب نظري كلمة هو أنه حكومة تنقض الكذا، يعني حيث الاتحاد يحب وينصح بإرساء حكومة إنقاذ هكاك حسب ما فهمت، في وقت اللي هو كل توجهاته وكل سياساته وكل إجراءاته
تمشي في اتجاه معاكس بالضبط للإصلاح. أنا نقعد بات هالبشر هذي كيفاش يخم، يعني ينادي بأشياء هو اللي قاعد يعمل فيه ماشي باتجاه المعاكس بالضبط. معناها نعطيك مثال، نعطيك مثال إصلاح، تقول إصلاح شنو مثلا؟ مؤسسة العمومية بالإصلاح بتاع المالية العمومية مثلا اللي هي مختلة تماما واللي هي متسبب جزء كبير مع البلاء هذا بتاع التضخم وكذا. الاتحاد مطالبه وتصرفه بتاع إصلاح الوظيفة العمومية المالية العمومية العكس بالضبط، كل عام يحب يزيد يغرقها بزيادة في الأجور، زيادة في الانتدابات، وزيادة من عشاش والحاصل وكذا. صندوق الضمان الاجتماعي الاتحاد مطالبه ووجهه بتاعه هي متاع إصلاحها، بالعكس خط قد أنا زيد تغرق منها، يعني هالمنظومة هذه متاع الضمان الاجتماعي وبالخصوص فرديق منها بحيث مخ الهدرة. وعني ما عجبتني فيك اليوم هذه كلمة باهية سريد اللي هي معناها تصرف سريالي حقيقة، وضع سريالي. تو هذا الإنسان يطالب بأشياء وهو اللي يعمل عكسه بالضبط، هذا شنو هذا؟ عقلاني هذا؟ عاطي فيه؟ لا هذا سرياني أنا اللغة الفرنسية سرياني بالنسبة اللي يسمعوا فينا ممكن يفهموهاش. سريالي معناتها مش غير منطقي، معناتها وكأنه سرياليست. أي ولا الحقيقة والمنطق يعني بعيد علي، يعني هذا هو. جستومون شكرا لك سيد حسين ديميسي. قبل ما تغادرنا بالتليفون اعطيني خو توقعاتك الماتش اليوم تونس وانجلترا. والله شنو نقول لك، طول واحد زاد كل عاده ما يزبوش يكون سرياني على خاطر الطرف المقابل انجلترا. يخلقوا الكوره، نقول لك يخلقوا الكوره، ابدعوا كره القدم اللي خلقوها كلعبه. ايه عاد انا يعني انا اقول اذا كان حافظوا على ماء الوجه، يعني ما تكونش حتى ولو هزيمه، لكن مش بفارق كما صار في بعض المقابلات الاخرى. أيوة. يكون فده اما مقبول ومفهوم الواحد يعني وكاو. احنا المهم هو المساهمه. قلت التعادل يزي فيك في التعادل اليوم قدام انجلترا؟ نعم تعادل يكفي. اذا كان صار تعادل عجوبه، يعني هكا حاسس هذه راهو مانيش مغروم ياسر راهو يا سي نبيل. اي وقت اللي نحكي مع منتخب الوطن كنا مغرومين ولي وعاد نشوفوا برا وكذا. انا الراي اذا كان يوصلوا يعملوا تعادل لا من حقيقه من معجزه وحاجه ممتازه ياسر. وعلى كل حال نعاود ونكرر احنا وجودنا في موسكو في المقابلات يشرف معك، هذه هي شرف لنا مهما كان من النتيجه، لانه احنا في الحجم تاع المقابلات هذه يعني والمسابقات هذه هو معناه يعني وجودنا ومساهمتنا هي في حد ذاتها حاجه باهيه. واضح. شكرا لك الخبير الاقتصادي ووزير الماليه الاسبق حسين ديميسي على قبولك الدعوه بالهاتف. كابا فان الكلمه ليك.